احنا موجودين في احدى الفعاليات الهامه وهي الباراموتر، وخليني دلوقتي اترككم في صوره مباشره وحيه في هذه الفعاليه التي لا زالت مستمره في مدينه العلمين الجديده، وهي نوع من انواع الطيران الخفيف والمستمر. هذه الفعاليات مستمره منذ اليوم الاول لمهرجان العلمين الجديده ولا زالت متواصله حتى هذه اللحظه على الشاطئ مدينه العلمين الجديده. والمميز في هذه اللعبة أو في هذه الرياضة يعني هي الاستمتاع بمدينة العلمين الجديدة وبالأبراج، ولكن من المرتفعات من السماء. فبالتالي يعني اليوم أيضا لاحظنا هناك يعني عدد من الزائرين في الإقبال على هذه الرياضة للاستمتاع وخوض هذه المغامرة وهذه التجربة. وبالتأكيد يعني الشركة المنظمة لهذه الفعالية تحرص دائما على التواجد في هذه المنطقة يوميا من الثامنة أو التاسعة صباحا وعلى مدار اليوم وعلى مدار أيام المهرجان.